مشاهدين، أهلا بكم والنشرة الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما الأمطار المتوسطة فقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه رياح شمالية شرقية. البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية. أما عن التوقعات للأيام الثلاثة القادمة فنبدأها من مدينة القاهرة. في القاهرة غدا الاثنين 12/20، الثلاثاء 11/20، الأربعاء 11/19. وفي مدينة شرم الشيخ غدا الاثنين 15/23، وكذلك يوم الثلاثاء 15/23، وفي يوم الأربعاء 14/22. وفي مدينة الأقصر غدا الاثنين 8/23، الثلاثاء 9/22، وفي يوم الأربعاء 10/21. أما عن درجات الحرارة في بقية مدن ومحافظات مصر فنبدأها كالآتي: من القاهرة 12/20، الإسكندرية 13/19، دمياط 13/20، وكذلك في بورسعيد 13/20. في العريش 12/19، رفح 11/18، الإسماعيلية 10/21، وفي السويس 10/20. في مطروح 12/19، وادي النطرون 12/20، وفي المنصورة 11/20، وفي طنطا 11، والعظمى 19. في دمنهور 11/19، سانت كاترين 4/16، الغردقة 14/23، وفي شرم الشيخ 16/23. في الفيوم 28، المنيا 27، أسيوط 6/21، وفي سوهاج 8/21. في قنا 9/22، الأقصر 9/22، الوادي الجديد 9/21، وفي أسوان 11/23. في حلايب 16/23، شلاتين 15/25، أبو رماد 14/23، وأخيرا في رأس حدربة 15، والعظمى 23.